العداد يشتغل تمام، بس لما انا اخد حقي حته ان هو العداد ب 2 جنيه دي شويه جدا يعني، شويه شويه يعني العداد ب 2 جنيه. ليلة تمشيها بقى شرايح بقى يعني، من هنا لهنا يبقى ب 5 جنيه، ومن هنا لهنا 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه كده يعني. لكن العداد، العداد ده ما بياكلش عيش، وبنحارب اللي احنا ما بنشغلش العداد، واحنا بنتحارب ان العداد ما بيشتغلش بس. وبعدين هو الموضوع، موضوع تقدير يعني، الموضوع موضوع ايه، اللحمه انت بتاخديها بالتسعيره؟ معلش يعني انت اللحمه بتاخديها بالتسعيره، البطاطس بتاخديه بالتسعيره، اشمعنى احنا برضه ماسكين علينا عشان عداد؟ اولا عشان غرامه، تشغيل العداد 500 جنيه و1000 جنيه، هي تحصيل بس غرامات مش اكتر، لكن هو مش المقصود ان هو تشغيل العداد. الزبون بيركب عارف، ثمنه كام، اجرته كام، لكن هو العداد ب 2 جنيه ده حرام جدا يعني، حرام حرام ب 2 جنيه يعني. بس اقول لك ايه تاني اكتر من كده؟ وبعدين انا خلي بالك انا مش مستغل يعني، معاكي تدفعي معاكيش هتوصلي وخلاص وانتهينا، مش همسك فيكي ونتخانق عشان خاطر جنيه و2 جنيه و3 جنيه، واحد اكبر من كده. بس اللي بيركب عارف ثمنه كام، عارف اجرته كام. ما يرجع العداد، ويا ريت نشتغل بالعداد احسن، ما هو كده كل شويه كل زبون نتعاركوا معاه ونعملوا معاه، شغلوا لنا العداد. بس العداد السعر ده ما ينفعش، زي بتاع القاهره كده شغلوه على التاكسي الابيض، دي بلد سياحه فشغلوه زي بلد السياحه عادي، بلد سياحيه المفروض يشتغل ان هو سياحه، صح ولا لا؟ مش 2 جنيه والكلام دوت، وتلاقي واحد والسكة نفسها بتحرق بنزين ياما، البلد اتزحمت، صح ولا ايه رأيك؟ بس يظبطوه كده زي بتوع القاهرة، ما شغالين نشتغلوا زيهم يعني، ما يخلوهمش هم يبقوا أحسن مننا، بس هيريح السواق وهيريح الناس اللي تركب، والناس هتركب ياما، مش زي دلوقتي الناس بتخاف تركب التاكسي، مش عارفين يركبوا ايه ولا يعملوا ايه كده. ايه؟ مفيش اي اعتراض؟ لا مفيش اي اعتراض خالص، يا ريت ده كده يبقى احسن لي انا، هيريحني، في ناس ما بتدينيش حقي، وفي ناس بتديني حقي، وفي ناس بتدي زياده، في ناس ما بتديش، بص ينزل يديكي 5 جنيه في مشوار بعيد اجي اكلمه. ما يعني التعريفة تبقى مظبوطة شوية، تشيل السواق وتشيل العربية وتشيل المصاريف يعني. شيء جميل في حد ذاته، لأنه حكم ما بين المواطن وما بين السائق. اما بالنسبه لعدم تشغيله فده يرجع لاداره المرور، لو اداره المرور بتنزل مباحث مرور تفتش على العدادات يبقى ما عادش في مشكله، واساسا الالتزام محدش يتضايق منه.